جاهز ليها؟ يعني ان شاء الله جاهز ليها. انت هو تعرضت ليها اكيد مع منتخب، فكره الضغط، بس ضغط الانديه اعتقد مختلف خالص. المنتخب شويه برضو الانديه بيبقى الضغط اكتر شويه عشان الجمهور بيبقى مركز قوي يعني، أو حتى في يعني المنتخب بيبقى، حتى بنلعب في مصر بسيط. الجمهور مش بيبقى كتير صح، يعني، انت لما صح. مثلا النادي الاهلي او نادي الزمالك يلعب بطوله في مصر باسكت بتبقى الصاله مقفوله، لو بطولة منتخب أندية. بالظبط ما بتبقاش نفس الشعبيه يعني، صح. الضغط هيبقى اكتر. بس انا يعني الحمد لله من اول يوم ابتدت المفاوضات تطلع يعني ان انا فين احتماليه ان انا اروح النادي الاهلي، الجمهور يعني الصراحه استقبلني بشكل كويس قوي، ومسجات ورسائل، ووقت ما كان لسه في كلام عمرو هيروح الاهلي، عمرو هيروح نادي تاني، الناس الصراحه كانوا رسائل كتير جدا بيبعتوها لي وعايزين اكون موجود في النادي، ودي يعني حاجه بسطتني جدا يعني، ورحبوا بيا كويس جدا في الكام يوم اللي فات. طيب امتى بدأت المفاوضات؟ يعني المفاوضات الرسمية مع النادي ابتدت بعد انتهاء الموسم بأسبوع، بس معايا كانت قبل ما لما ابتدت تطلع مشاكل، ان في مشاكل جوه النادي الجزيرة، فالناس ابتدت تكلمني تتواصل. بالظبط كده، عمرو سمعنا في مشاكل، بتفكر ولا مش بتفكر. في الأول كنت حاسس ان انا لا ممكن اصبر شوية جوه النادي، بعد كده حسيت ان الأحسن ليا وللفريق وللنادي ان انا يعني هم اخد قرار النادي انتقالي نفسه كمان، نادي الجزيرة أكيد يعني هيبقى فيه مقابل مادي مهم جدا بالنسبة له. بالظبط. دخل قدروا يجيبوا محترف ودعموا الفريق بصفقتين بالظبط. كويسين، فيفضلوا في نفس يعني ان شاء الله يفضلوا في نفس ليفل المستوى بتاعهم.